عندنا برشا كفاءات تونسية تنور تونس بالخارج، واللي لازمنا قد ما نوريه وقد ما ركزوا عليهم شوية، لأنه مساهمتهم كبيرة في التعريف بتونس بالأخص في الوقت الحالي، في التعريف بتونس وإعطاء صورة صحيحة على بلادنا. كذلك بحثنا اليوم ضيف عزيز علينا نحبوه، وبالأخص كمش نقول لكم اللقب اللي جابونا أكيد باش تفرحوا برشا، رجل الثناء في العالم لسباحة المياه المفتوحة. حبيت نرحب بسي نجيب بالهادي. مرحبا بيك سي نجيب. مرحبا بيك ومرحبا بالبرنامج. عقيد زادة، عقيد سابق. نعم في الجيش الوطني، ونحيي المؤسسة العسكرية اللي ساهمت في تكويني. مرحبا بيك. شو هاللقب هذا؟ لقب مهم برشا هذا. والله لقب، احكي لي على اللقب هذا وعلاش انت تحصلت عليه. معناتها علاش انا مش غيري؟ مبروك عليك، روحنا مبروك عليك، فرحانين لك برشا. فرحان وفرحان تونس كيف كيف. انا ماذا بيا الصوره نتاع الكوب تتفرج عليه. انا نشكر البرنامج لان طول يوم من تبرقه حتى برج الخضراء وليدات تونس باش يشوفوا الكاس هذا التاريخي اللي هو منها الاول في تاريخ الرياضه التونسيه. عندنا ابطال العالم، عندنا ابطال اولمبيين. C'est très important que nous avons cette coupe-là. Cette coupe-là, elle indique beaucoup de choses. عندها قيمة رياضية وقيمة حضارية. به الكوب هذا تسلمته جات كوكبة من أرقى السباحين في العالم، وعلى رأسهم رئيس المنظمة ستيف ميلاتونس من الولايات المتحدة الأمريكية، وسلم لي الكأس في بنزرت. أنا كنت نجم نطلع البرة الخارج ونسلموا الكأس كما تسلمت وقتها جايزة الاقتدار العالمي في 2011 في كوين ماري. قلت لهم لا، أنا بلادي تستحق تكون وجهة، وماذا بينا أنتم تجيونا، هذا خياري. والحمد لله فهمتي، قبلوا وجاو، وجات معهم شالي تايلور سميث، هذه قمة السباحة فهمتي، سيفن كراون. جاو من انجلترا معناها ابطال العالم، جاو من روسيا، جاو من ايرلندا باش يهنيوا تونس. والحمد لله توجت في بنزرت في بيزرت الرسار وبحضور الاخيان كل السلطات مشكورين والمنظمين. وفلا هذا الكأس هذا نهديه للشعب التونسي لأنه فيه برشا معاني، وزاد كيف راهو تعدى برشا أطوار باش وصلت له. فوالا معناتها ما جاش من عدم، هذا جاء بعد مراحل بعد خدمة وبعد مراحل. ذكرنا شوية بالتتويجات وبالمراحل اللي تعدى بها سينازيد، خلينا ربما يزيدوا. أنا المراحل قبل شوية باش نقول اليوم تونس فرحانة زاد كيف لأني خرجت في الباج دو كوفرتور نتاع أشهر منها يعني مجلة عالمية في اللوليبر في العالم، يعني عشرات الملايين يتفرجوا فيها. وموجود أنا بالبدن متاعي اللي هو مؤاب رياضيا، ومعايا حرس وطني في الزورق، وهذا شرف عظيم لتونس. وعنا اللي تصور بربي خنشوفوهم. أولا هذه التصوير اللي تحكي عليها سي نجيب. ولا ما نشوفش منيح ولا هذه الصوره ولا. الصوره هذه قاعده تتداول توا حاليا في معناها ليديسيون سبتمبر 2017 في العالم كامل معناها فهمتي. وانا غرب يعني انا تمنيت لو كان الاجهزه الاعلاميه حضروا في التتويج الاستثمار الحدث هذا، لكن ما كانتش فما مواكبه اعلاميه، ما فماش بتاتا. يعني نشكر البرنامج هذا لانه باش يعطي رساله للاطفال الصغار معناها اللي هما عندهم. سي نجيب وهذه شنو هو؟ هذه الشهادة اللي تسلمتها. يعني الشهادة تسلمتها لرجل سنة في العالم مسجلة توا في الكتاب أوبن واتر بيديا. وأنا هذه معناتها اللي أسندت لك المنظمة العالمية مع الكأس. مع الكأس. فوالا هذوما الوليدات الصغار. شنو هذه؟ أي احنا حضروا. حضروا. فوالا. وهما من الاحتياجات الخاصة، وعندي أنا كونسيبسيون فلسفة جديدة هي العمى التونسية اللي أنا قطعت عهد باش نقوم بها برنامج يعني يستهدف يتوجه للأطفال الصغار اللي ما عندهمش إمكانيات باش يمشوا المسابح، والمسابح منعدمة. وحضروا هما من يعني من أعماق جهات بنزرت،
وزاد كيف كيف عملناها في أجيب، يعني التتويج بتاعي عنده بعد للأجيال القادمة، والبرنامج هذا قاعد نطوره فيه مع الهياكل ونخدمه بشراكة وبحول الله باش معناها يهم 30 موقع في تونس الساحلي وكذلك البرك والسدود. نرجع بك الصورة هذه لوين؟ هذه فوالا انت السؤال اللي يطرح نفسه اللي قلتوا لي كيفاش خلطت وعلاش انت. اولا يلزم السباح العالمي تكون عنده باك جراوند، يعني تاريخ اللي هو في العالميه. العالميه سجلتها، انا دخلت العالميه من 1993 في بحر الموش، يعني مسجل عالمي. والعالمية هذه قاعد تتبع فيها حتى 2011، جبت خدمت على روحي، جبت الاقتدار العالمي. بعدها مشيت للقطب الشمالي، القطب الشمالي، وحطمت الرقم القياسي العالمي ما بين ألاسكا وروسيا، وغلبت لين كوكس. يعني لين كوكس معروفة اللي هي يعني مساندة من طرف النزاع، عملت ساعتين ونص، أنا عملت في 34 دقيقة، يعني في واحد درجة راهو مغير، يعني بدلة واقية. والحمد لله خرجت منها ورفعت راية تونس. كيف كيف بحر الموش في 93 كنت أسرع سباح في بحر الموش في موسم 93 في أقوى تيار وتأسس هذا الكل. لكن ما يكفيش، في 2016 تم إدراجي في قائمة من آلاف المؤلفة من السباحين، اختارونا 13 أنا الوحيد التونسي العربي موجود، الكل من ألمانيا، من اليابان، من أمريكا، يعني من إنجلترا، من إيرلندا، وخلونا مع بعضنا. هما يعني كما نقولوا أبطال العالم وأنا بطل العالم لأني عندي أرقام قياسية. وحافظت في 2016 على عدم تحطيم الرقم القياسي. كيفش عملت؟ كيفش؟ دخلت في منظومة جديدة اسمها السباحة الحديدية، مصارعة البواخر. نعرف روحي أنا بالنسبة لي مصارعة البواخر تتناسب مع جسمي وتتناسب مع قوتي. وحدك قاعد لي بروحك ما تفهم شكون لهين بيك والله، فما كيب معك ولا وحدك؟ والله أنا عندي خبراء أجانب يجيوا يعني في مراحل متاع تدريبات يشرفوا عليا، فهمتي؟ وفي تونس هوني الجامعة في تونس لا احنا هذا باش نوفق. هو الرياضة متاعي هذه رياضة تاريخية، هي تخلقت في القرن التاسع عشر، معنا 1875 وقت كابتن واب شق انجلترا فرنسا بالعوم، هذا عوم في المياه الباردة تسمى تحت 18 درجة، ما ترجعش بالنظر للجامعة التونسية للسباحة. لكني أنا في 93 وقت عملت قرقنة صفاقس، القيادة العليا المسلحة قررت باش نعمل بحر الموش. دونك دخلت ديريكتومون البحر الموش، قالوا نحبوا نركزوا على تونس في بحر الموش. فهمتي وقتها كنت رايد وقمت بالمهمة، أنا عسكري نقول قمت بالمهمة وسجلنا اسم تونس في التاريخ. من وقتها وليت نخدم في القلم هذاك. القلم هذاك ما فيهش معناها يعني قانون إطار الجامعة التونسية للسباحة. ثم تخصصت بعدها في مصارعة البواخر، زاد كيف يعني ما عندناش. لكن الوزة هذه هي المنظمة العالمية لسباحة المياه المفتوحة اللي تشمل جميع الأطياف، هي اللي خذتني على عاتقها وتعمل الاستحقاق وتعمل يعني المراقبة وتعمل زاد كيف التسجيل وجميع ما وتدرجني في القائمة وقوم بالإنجازات متاعي. لكن الملحوظة هنا بالنسبة للسباحة باش يعرفوا الخيان كل واللي يتفرجوا اللي البحر وقتها في القرن التاسع عشر بعد ما نجح كابتن واب ولو يعملوا مقابلات في الأحواض متاع المواني. فهمتي؟ بعدها جاء واحد فكر قال علاش ما نعملوش مسابح، وقتها تخلقت السباحة متاع المسابح. وقتها بعد جات للعاب الأولمبية، وجات للعاب الأولمبية في ظل وقتها تم إزاحة سباحة المياه المفتوحة، قالوا لا احنا عندنا مسابح ويزي في البرك. لكن تو رجعوا لها قوة في 10 كيلومتر في مياه يعني شبه يعني هادئة وفي درجة حرارة متقبلة. لكن قاعد الطيف متاعي يشتغل في المنظمة العالمية العليا اللي انا الطيف متاعي نهبط حتى لواحد درجة نعود، والطيف متاعي صارح البواخر يعني مفتوح، يعني المجال مفتوح، وهذا باش نخلطوله نهار اخر. توا انت بركه في المجال هذا سي نجيب، ما فماش ناس جايو معناتها. والله انا بالنسبه لي البرنامج هذايا نتاع العومه التونسيه
أنا حكيت مع سيد الوزيرة وأنا ننتظر منه الخير، انتظر لأني أنا يزمني المؤسسة نتناقش معها باش نجم نخلق حاجة ونقدم، لكن أنا فما صعوبة. وأنا ماذا بيا بالمناسبة هذه باش يفتحوا المجال للبرنامج هذا. البرنامج هذا هو برنامج يتسمى أفقي، يعطي الجميع الأطفال حقهم في السباحة، اللي ما يعرفش يعوم نعلمه العوم، اللي يعرف يوم نحسنه ونعرفه اللي هي هذيك القاعدة العريضة هذيك اللي هي يمكن نهار آخر تخلق أبطال. وخليه المنظومة العمودية متاع يعني النوادي والبطولات وكل شيء تمشي بطبيعتها، هما راهو تناغم يزم يكون وواحد ما يفصلش على الآخر. احنا بالمناسبة انا راهو متحمس ومناظر للعومة عالمية. والله هذا اللي فهمته من اللقاي معاك اليوم، حسيتك بالحق، معناتها السباحة بالنسبة ليك فيها تحدي وفيها غرام، وأما زادة فما قوة إرادة كبيرة. قوة إرادة يعني أنا راهو نظام تاع 50 سنة راهو على سيرة ماما ما كانوش يعتقدوا وقتها في بحر المانش بصفتي أنا عسكري ومانيش بعيد على الإعلام، وصلوا حتى يقولوا أنا سباحين معروفين يقولوا انا باش نقطع بحر موش نكون اول تونسي. يعني انا باش نقول انا رئيس راي المنظمه العالميه لسباحه موش في شمال افريقيا كامل، خاطر وقت يعينوا سباحين ماهرين، فهمتي؟ وزاد جاتنا الابداع الراي نتاع 10 كيلومتر نتاع الاولمبياد. قلنا لهم راهو السباحة الماراثونية تبدأ من 28 كيلومتر، علاش عملوها 10 كيلومتر؟ سهل ياسر، هما في الألعاب الأولمبية ينظموا، شافوا الجري العدو اللي هو ساعتين ماراثون يعمل ساعتين، قالوا ساعتين هذو الماراثون قداش يقابل سباح يعوم فيهم وسموها السباحة الماراثونية. أما السباحة الماراثونية الحقيقية راهو نتكلموا من 28 كيلومتر فوق، والسباحة اللي هي من تحت 28 تسمى سباحة المسافات الطويلة. هذا يعني إجماليا، لكن توا يعني العشرة كيلومتر هي توا موجودة أولمبيا، لكن الأخرين ما يزمناش ننساهم. نجيب بالهادي إذا كان يقدم في الميدان هذاك راهو ميدان وعد، وراهو باش نوصلوا له. توا وصلوا في روسيا وفي الألعاب يعني شتوية يحفروا الجلاس ويعملوا الألعاب، يعني هذه باش تدخل جايين اليوم ولا غدوة باش نجيوها. دونك احنا ماذا بينا نشجعوا الطاقات هذه. وزادها فما حاجة لاحظتها في الممارسة، انت سألتني عن الممارسة والنضال متاعي، هو اني لاحظت فما حاجة امبورتان سي تريز امبورتان، هو المواطن المضيف يعني اللي عنده إضافة. ما نقولوش المواطن الإيجابي كان يخلص الجباية ويكون محترم، هذاك لا مفر منه، هذاك شرط أساسي، لكن اللي يعمل إضافة ماذا بين التشريعات في مجلس النواب يعملوا حاجة في الشيء هذا، مش بالاستحقاق فلوس، لا لا لا. هو أنا مثلا هذه راهو خلق ثروة نعمة البلاد اللي هي تخلق ثروة صلبة. أنا تيجب يعني أنا توا سينجيب نحس من كلامك كوش عليه أنت حاسس اللي ما فماش اهتمام كبير بالشيء اللي تعمل باش نقولوها تقصير. فوالا خلينا نشوف ديريكتومون علاش نقعدوا ندوروا. لا أنا نعطي الحلول ولا. أنا هذا يلزم تشريعات. التشريعات هذه ماذا بيها المشرع يعطي العمليه، لاني انا راهو حابين ولا كرهنا من التركيبه الاجتماعيه نتاع تونس. انا اذا كان عمد راني كنت في نادي وراني خلقني المجتمع التونسي، راهو هذاك ماهوش خاطر الدوله عندها برنامج مركز على منها النخبه باش تنسى الاخرين، لا يلزم تشريعات يعطيو حق الاعلام. انا نتصور اذا كان فما بطولات او شيء تمشي مكاتب رسميه للتلفزه، لكن بالنسبه لي ما تمشيش. وانا نرفع في راي تونس، انا تعديت في فوكس كارون في امريكا 4 سوايع نعوم في ناتو ماريفا، يعني قاعد نقدم. ولكن لا، ومن حق كون الاعلام يركز على العمليه. هل يعقل ان رجل سنه في العالم يوقعش تخطيطه في الاخبار؟ باهي، شكرا لك سي نجيب، كنا سعداء بوجودك بحذانا. احنا انا فرحان زاد كيف انا وصلت صوتي للتوانسه، والكوب هذيك انا فرحان اللي شافوها، خاطر راهي كوب ما تجيش لتونس بعد 400 سنه. انا نقول لك كل تواضع
يعني الحمد لله اللي ولادنا في 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 تونس كامله اليوم شادوا الكوب نتاع نجيب بن هادي، ونشكر البرنامج هذا بالذات. مرحبا بك، اللي عطاني الفرصه باش نبلغ صوتي، هذه اقل حاجه سيدي، وزيد نشارك في في تنوير الراي العام والتقدم بالرياضه هذه، لان الرياضه هذه نبيله جدا، وبارك الله فيك. شكرا لك، ومبروك مره اخرى، مبروك ليك ومبروك لينا زاد، ومبروك لتونس الكاس هذه. شكرا لك سيدي، يعطيك الصحه، مواصلين توا مع